إيهاب جلال، هذه أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام أثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا. أكد إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب المصري أن تأثر أرضية الملعب بالأمطار بجانب بعض الغيابات وعدم البداية الجيدة هي الأسباب الرئيسية وراء الخسارة من أثيوبيا 2-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات القارية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بكوتوفوار 23. وقال إيهاب جلال في مؤتمر صحفي اليوم إن المنتخب المصري بدأ بشكل سيء أمام إثيوبيا، مشيرا إلى تأثره بأرضية الملعب التي هطلت عليها الأمطار قبل المباراة مباشرة، وأضاف تأخرنا بهدفين وأجرينا 3 تبديلات وتحسن الأداء ولكن ليس بالشكل الكافي الذي يجعلنا نتعادل. وأوضح إنه لم يقود تدريبات كثيرة للمنتخب المصري وبالتالي بصمته لن تظهر بسرعة. شدد إيهاب جلال على وجود غيابات كثيرة في صفوف المنتخب مثل محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه، وذلك للإصابة مما أثر نوعا ما على النتيجة. ونجح المنتخب الأثيوبي في حصد أول 3 نقاط له في المجموعة بعدما خسر في الجولة الأولى 2-1 أمام ملاوي ليحتل المركز الأول. على الجانب الآخر تجمد رصيد المنتخب المصري عند 3 نقاط في المركز الأخير بعد الفوز على غينيا 1-0 في الجولة الأولى للمجموعة، كما حصد منتخب غينيا الاستوائية 3 نقاط بالفوز على ملاوي.